الخبر معانا على التليفون الناقد الفني استاذ احمد رمضان، مدير تحرير الفجر. استاذ احمد صباح الفل. صباح الفل عليكم وعلى كل المشاهدين يا رب. يعني في البدايه كده احنا الحقيقه محتاجين نطمن على الحاله الصحيه لمحمد منير، هل هو فعلا في وعكه صحيه زي ما يقال وزي ما انتشر وزي ما تابعنا امبارح، ولا الموضوع لا هو ترند سوشيال ميديا كالعاده؟ يعني هو في البدايه بنطمن جمهور الكينج والشعب المصري والعربي كله على حاله محمد منير الصحيه. محمد منير هو صوت مصر الاصيل وسفير الاغنيه المصريه في العالم كله. طبعا بنحب نطمن كل جمهوره. هو زي ما بنقول كده وعكة صحية أدت دخوله للمستشفى. نقابة الموسيقيين أصدرت بيان امبارح إن حالته مستقرة. هو دخل المستشفى يجري بعض الفحوصات. كلنا عارفين إن محمد منير بيعاني من شوية أزمات صحية وكان بتستدعي سفره لألمانيا للعلاج في ركبته ورجله. الفترة الأخيرة ما بقاش يقدر على السفر بره، فبقى يدخل المستشفيات المصرية. حالة منير مستقرة حتى الآن، وهو يعني يوم ولا يعني بيعاني من إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني منير حاليا بيعاني من إيه؟ دايما خدنا على إن الوسط الفني دايما لو في حالة وفاة بيطلعوا يكذبوا، وبيكون حالة الوفاة فعلا حدثت زي ما شفنا امبارح مع مصطفى فهمي والراحل في مصطفى فهمي. والنهارده سامعين طبعا من امبارح الكلام الكتير عن حالة محمد منير الصحية، وإن في تدهور في حالته الصحية، وإن هو موجود في إحدى المستشفيات. وطلع نقيب الموسيقيين قال لا ده بيعمل فحوصات دوريه. ليه دايما بيكون في اللغط ده؟ ليه لما بيكون الفنان مثلا حالته الصحيه مش مستقره ليه ما بيطلعوش يقولوا اه ده في المستشفى وادعوا له، والناس كل اللي بيحبوه يعني هيدعوا له؟ لان النجم في مصر او في العالم العربي كله بيبقى محاط بانظار الجميع، وكله حابب يطمن. كل الناس عايزه تطمن. بالظبط كده. هو الكينج منير دخل المستشفى، حصل له بعض المشاكل الصحية الفترة الأخيرة. ده نتيجة الشغل الكتير اللي كان بيعمله وبيحضره الفترة الجاية. هو شغال على ألبوم، يعني حتى أسرته طلعت بيان امبارح وقالت إن نتيجة الإجهاد اللي عمله خلال الأيام اللي فاتت، الألبوم اللي كان بيحضره مع أنغام اللي ظهر في احتفالية الرئيس، كان واضح عليه برضو الإرهاق والتعب. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان يعني دعاله بان ربنا يديله الصحه، لان كان باين فعلا عليه ان هو مجهد بالشفاء العاجل. طب انا في حاجه الحقيقه لفتت انتباهي، وهي الصوره اللي نزلها محمد رمضان على حسابه ومعاه منير وبيتكلم على تعاون غذائي مشترك. ايه تفاصيل منير بيحضر؟ عدد كبير من المفاجآت، يمكن ابرزهم اغنيه مع محمد رمضان والشاعر امير طعيمه هتتقدم الفتره الجايه. شفنا الأغنية الديو الأخير كان مع أنغام في احتفالية القبائل. كمان منير بيحضر لجمهوره ألبوم هيكون فيه عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين اللي هيبقوا مفاجأة الفترة الجاية، وده اللي خلى منير يتعرض لبعض المشاكل الصحية نتيجة العمل المتواصل عشان عايز الالبوم بتاعه يظهر في اسرع وقت. بندي له الصحه يا استاذ احمد، ولكن هل اغنيته مع محمد رمضان اتسجلت ولا لسه هتتسجل؟ حاليا في مرحله الاعداد، يعني منير لسه ما تسجلش منها حاجه. بالظبط. نتمنى طبعا ان هو يقوم بالف سلامه ويعمل البومه وينزل يكسر الدنيا كالعاده. الكينج يعني ما فيش حد ما بيحبوش في الوطن العربي كله. الكينج ده حبيب الملايين. بالظبط. انا مستني الحقيقه يعني بشكل شخصي مستني الالبوم الجديد. ومستني الدوتات المختلفه خصوصا مع محمد رمضان. الحقيقه عالي قاعد يفكر ايه اللي ممكن الشكل اللي هيظهروا بيه الاثنين محمد رمضان. محمد رمضان دايما بيفاجئنا بالحاجات الغير متوقعه، يعني شفناه ان هو بيغني مع انغام. كان عامل ديو مع انغام، فهي دي نوعيه دماغ محمد رمضان. ان هو دايما بيفكر بره الصندوق، وتجربته مع منير الفتره الجايه هتبقى نقله كبيره كمان في مشواره الفني. طبعا وطبعا زي ما قالت نادنا نتمنى له السلامه والصحه. الناقد الفني احمد رمضان مدير تحرير الفجر، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل الصحه. البوينت اللي انا بتكلم فيها في